طيب مشاهدينا للشارع وجهات نظر وأراء حول الأعمال التلفزيونية الرمضانية تتباين أحياناً وتتقاطع أحياناً أخرى، فلنشاهد إذن. في حق هذوك المسلسلات اللي كيديروا دابا في رمضان، في حقها ما كينسجموش مع هذا الشهر الفاضل، لأن فيهم مشاهد ماشي هي هذيك، مشاهد في حقها ما تقدريش تتشوفيهم مع العائلة ديالك، خصوصا في رمضان كتكون العائلة مجموعة. دونك هذوك المسلسلات من الأحسن واحد يشوفهم أحسن بعد رمضان. دابا هذا الشهر ديال التقرب إلى الله ومن الأحسن يديروا مسلسلات تاريخية، مسلسلات دينية. أنا كنشوف بأن هذه المسلسلات مستهلكة ولا تمس الشهر الفاضل بصلة ولا تخدم كاع هذا، ما كتوصلش ديك الرسالة اللي خصها توصلها. أعمال تكون عندها طابع ديني، خاصة الطابع الديني. إذا ما تذكرت رمضان اللي فات وقيلا تفرجت في هذيك المسلسل ديال عمر بن الخطاب، يعني استفدت فيه مزيان، استفدت فيه بزاف ديال الحوايج وهذاك الشيء. وهذوك الأعمال يعني اللي كيخلدوا مثلا الصحابة ولا كيخلدوا القصص ديال الأنبياء ولا شي حاجة هكا أحسن. شي حاجة هادفة، شي يعالجوا قضايا الشباب، دي ميساج، شي حاجة تكون زوينة، تكون أعلى، تكون تزيد بالناس القدام، ماشي شي حاجة ديال سيتخون كما كيقولوا المغاربه الحامض. حنا في التلفزيونات المغربيه راه كتلقاي بعدا مسلسلات في وسط النهار، ماشي حتى زعما مول الفطور ما فيهم داك الشيء، مشاهد ماشي هذو، ما تقدريش اصلا تجلسي حدا لي بارون ديالك وانت هي كتفرجي في داك الشيء. ما كرهتش شي مسلسلات دينيه، داك المسلسلات القدام يولوا يتعاودوا ولا يولوا يدعوا. الصراحه راه داك المسلسلات والله الا افتقدناهم.